اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالتايجر الاهلاوي ثالث العالم في السكواش صاحب ال 21 سنه مصطفى عسل. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا كابتن هيثم، نورنا في قناه النادي الاهلي. ده نورك والله، مبسوط جدا ان انا هنا يعني اكتر من بيتي والله. واحنا بنشكرك طبعا، احنا عارفين ان انت اجلت اجازتك مخصوص عشان تبقى معانا النهارده، ودي حاجه طبعا مش غريبه عليك ولا حبك ولا انتمائك للنادي الاهلي. لا لا، ما اقدرش انا يعني وجودي بس هنا شرف ليا، و يعني مبسوط جدا من حضرتك النهارده. حبيبي منورنا، وبنرحب بمدربه، مدربه الحقيقه اللي بيلاصقه في كل مكان، واللي الحقيقه لو قلت ان هو بيخاف على مصطفى وبيتمنى له الخير اكتر من نفسه ما بقاش ببالغ. معانا الكابتن محمود عبد القادر، بنرحب بيه. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا بيك كابتن هيثم، انا مبسوط جدا ان انا في قناه النادي الاهلي، بيتنا كلنا. الحمد لله ان احنا عملنا كل الانجازات اللي فاتت في السنه دي، ويا رب ان شاء الله السنه الجايه نعمل حاجه احسن من كده بكتير. خلي بالك انت كنت لعيب جامد جدا برضو، وحاجه سوبر يعني، وكان متوقع لك ان انت تبقى حاجه جامده، فكونك تبقى واقف في ظهر مصطفى اكيد ده دعم كبير جدا ليه. انا بعتبر مصطفى اخويا الصغير، مش هقول ابني يعني ما كبرش نفسي يعني. اخويا بجد انا بحبه زي ولادي الصغيرين، بس انا بحاول اوصله لحد اقصى حاجه اقدر اعملها، ويا رب اقدر اعمل اللي يتمناه هو، ونوصل لاعلى حاجه اللي هو ترتيب رقم واحد. وانا وعدت بكده ان شاء الله، هعمل ان شاء الله، هنحاول نعمل كده ان شاء الله. وانت يعني وعدت فوفيت.